الأسعار الجديدة التي فرضتها مصالح البلدية لاستغلال المساحات من طرف أصحاب المقاهي بساحة أول نوفمبر بوسط مدينة سيدي بلعباس تبعها احتجاج التجار الذين علقوا نشاطهم وطلبوا بمراجعة محتوى القرار. احنا بكري كنا نخلصوا 1,600,000 بارون من سوم 125 في الشهر، غادي نخلصوا في الشهر 2,150,000 على حساب لا سوبرفيسي، كل واحد يخلص في السوبرفيسي تاعه. حنا دارو بروبليم عندنا اللي عندنا، حبسنا خدامه. دانكو هكذا سورانكو تات من روح انت خلص 30 مليون، انت 35 مليون، هذا من يعطيك 30 مليون هذا ويخدم فيها شهرين في العام؟ راهم في ريسانهم شهرهم يحسبوا؟ يقولوا الحقيقه، هذه بلاس كارنو راهي بلاصه سامبوليك. هنايا في بلاس كارنو ما نقدوش نخدموا به، من المستحيل نخدموا به. المقاهي كاع الاخرين يخلصوا 1000 دي دينار الطابله. ولا 15 دينار الطابله، حنايا هنا قامت لنا عندنا 20 طابله قامت لنا 35 دينار الطابله. رئيس البلديه وجد ان الاسعار حددت بمراعاه مصلحه التجار وحقوق البلديه، متوعدا باتخاذ اجراءات صارمه في حق المخالفين. وتالي فيهم 100 مربع ولا 150 حتى 200، والاسعار معقوله. واحد يخلص 1,200,000، واحد 1,400,000، واحد 1,800,000 على حساب المساحة. أمضيت قرار أي كل الطاولات والكراسي فوق الأرصفة ممنوع إلا برخص من البلدية، وإلا سيغلق المحل لمدة 30 يوم. وأمام هذا يبقى الجميع يترقب الوصول إلى أرضية اتفاق تضمن بحث النشاط بالساحة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين وزوار المدينة.